الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بلاش اكل يا جماعه في الكنيسه خالص، بلاش اكل في الكنيسه حتى لو صغيرين. احترام الكنيسه يقتضي ان احنا مفيش اكل خالص، وناخد الاولاد اللي عاوزين ياكلوا ناخدهم في القاعه. مش ملحقتش اعمل برزنتيشن النهارده، نتكلم كده مع بعض شويه. الاسبوع اللي فات احتفلنا بايه؟ حل الروح القدس، وبدانا الصيام بتاع الرسل اللي هو برضو اسمه صيام الروح القدس. اوكي، الروح القدس حل فينا في المعمودية، ومن عمل الروح القدس زي ما قال السيد المسيح، يقول يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. الروح القدس يقول ان هو يرشدكم الى جميع الحق، كل ما يسمع يتكلم به. اللي عاوز اقوله ان الروح القدس بيتكلم مع الإنسان، بس شكوى كراي روم مفتوح يا جماعة، كراي روم مفتوح. الأوضة ديت ممكن يقعد فيها الأولاد الصغيرين اللي بيعملوا صوت. بنشتكي ساعات إن الروح القدس مش سامعينه، مش قادر أحس بالروح القدس. فالنهاردة عاوزين نتكلم شوية ازاي اتفاعل مع الروح القدس، غالبا المعوق للموضوع دوت كذا سبب، بس هناخد سبب منهم ونعالجه شوية. السبب دوت اسمه الضوضاء. عشان كده النهارده هنتكلم عن الهدوء. لأن الروح القدس لا يعمل إلا في الإيه؟ في الهدوء. في الأول نتكلم على حياة السيد المسيح. حياة السيد المسيح كانت حياته هادية، صح؟ ايه الدليل مثلا؟ لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع ايه صوته. وايه تاني كان يدل ان حياة المسيح كانت هادية؟ جدع، تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. طبعا الوديع ومتواضع القلب ده اكيد هادي، مش كده؟ الله يسكن في الهدوء، والخليقة اللي خلقها ربنا كلها هادية ماشية بنظام. يعني واحد فينا لما عاوز يهدى بيطلع في الطبيعة، الخليقة، الحاجة الطبيعية. يعني نبص كده بالليل مثلا متأخر في حتة فضاء خلى كده، تلاقي النجوم كده، منظر هادي يريحك. لو ما فيش عاصفة يعني او كده، تلاقي منظر السحاب كده، منظر هادي يريحك. اللي يبص على الشجر وعلى الخضرة، خليقة الله الهادئ خلقها ايضا هادئة. تلاقي الارض كده بتلف حوالين المحور بتاعها وبتلف حوالين الشمس بهدوء، محدش حاسس ان الارض بتلف. صح؟ احنا بس بنشوف ايه، الشمس غربت، شرقت وغربت، بنلاقي تغير الفصول، بس احنا مش شايفين الحركة. كله في هدوء، كله ماشي في هدوء. لما جه المسيح يتولد، ميلاده كده محدش حس بيه خالص، صح؟ اتولد بالليل، الدنيا هادية، في مكان هادي،
محسش بيه غير الملائكة والرعاة. لما جه يختار يعيش، اختار يقعد في في قرية هادية اسمها كفر النحوم. حياة المسيح نفسه كان يحرص على الهدوء. شوفوا مثلا في مرقس واحد يقول وفي الصبح باكرا جدا، باكرا جدا. مسيح حياته كانت مشغولة ولا كان فاضي؟ مشغول خالص، من قرية لقرية ويطلع يدور على الخروف الضال ويشفي المريض ويطلع أرواح النجسة ويتلمذ التلاميذ ويعلم الجموع. كان مشغول خالص زي سيدنا البابا كده، صح؟ إنما رغم المشغولية دي يقول في الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء، وكان يصلي هناك، وكان يصلي هناك. يبقى السيد المسيح رغم مشغوليته إنما حجز وقت للصلاة. آدي الهدوء، وده اللي يجيب الهدوء. في الأول خالص ما بقول لكم عاوزين نوصل إن إحنا نتكلم مع الروح القدس، إن أنا أعرف أصلي، إن أنا أعرف أسمع مشورة ربنا ليا في حياتي. حتة تانية في لوقا 6 يقول وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة. ده هدوء ولا مش هدوء؟ الوقت اللي أنا لوحدي مع ربنا ده أكيد وقت وقت هدوء. وزي ما أنت قلت يقول عن المسيح لا يصيح، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوت. نعم، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. كل ده علامات الهدوء. كل ده بقول لكم عشان خاطر الواحد فينا يبقى عارف سكته تمشي ازاي. انا المثال بتاعي هو السيد، فانا المفروض امشي في في الخطوات بتاعته. كان ياخد التلاميذ الى موضع خلاء، عاوز يقول لهم عاوز اقعد معاكم لوحدينا، تعالوا ادوني ريبورت، تعالوا نتكلم مع بعض، مش كده؟ اخذهم الى موضع خلاء. وكان لما يعمل احاديث بتاعته يعمل حديث فين؟ في الطبيعة كده، في الجبل، في السفينة، في الحقل. من هدوء السيد المسيح اما ركب المركب وكان في عاصفة، كان هو بيعمل كان نايم. وده هدوء، صح؟ النهاردة في الانجيل، اللي خد باله من الانجيل، خد باله الانجيل النهاردة كان بيحصل في الانجيل؟ ايه اللي حصل في انجيل النهاردة؟ كان بيتكلم على المجنون الاعمى الاخرس اللي شفاه، اخرج الروح النجس، والاعمى ابصر واتكلم، الاخرس اتكلم، وكان في مقاومة ضده بيقولوا له قاوموه ازاي؟ ان انت بعلى زبور رئيس الشياطين تخرج الشياطين. موقف بايخ، شتيمة يعني، شتيمة. انما سيد المسيح لانه هادي قبل الموضوع بهدوء، اخذ الموضوع بهدوء، قال لهم تعالوا نتناقش. لو بعلى زبول والناس وجنوده يعني انقسموا على بعض، يحصل المملكة بتاعته هتنقسم، مش كده؟ ودي العظة اللي اتكلم فيها ابونا النهاردة. ولكن ولكن إن كنت أنا بقى بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. كل هدوء ناقشهم وأثبت لهم إن هم غلط من غير ما ينفعل، من غير ما
ياخد موقف، مش كده؟ اهو ده الهدوء، ده الجو اللي يشتغل فيه الروح القدس. لو الانسان فينا يجتهد ان يكون عنده الهدوء ده، يعرف الروح القدس يتكلم معايا ويتفهم معايا. ولكن طول ما انا حياتي دوشة، مش شرط دوشة يعني بزعق، طبعا بزعق دي جزء منها، ده ممكن دوشة جوايا، دوشة جوايا، فكر في مليون حاجة وخايف من مليون حاجة وكذا حاجة مضايقاني وكذا واحد انا زعلان منه، كل دي اسمها دوشة. ما يعرفش الروح القدس يتكلم في الجو دوت، ونيجي نشتكي انا صليت وما حصلش حاجة، انا صليت ومش عارف مشيئة الله، ان انا مهدتش، انا صليت بس انا مهدتش. تلاقي في الازمات، تلاقي السيد المسيح هادي. ساعة اقامة لعازر تلاقيه يناقش كده مرسى ومريم، سيقوم اخوك، انا هو القيامة والحياة، كل هدوء، رغم انهم بيعاتبوه جامد، لو كنت هنا لم يموت اخي. ساعة اشباع الجموع واتحط في مأزق، او التلاميذ حطوه في مأزق، قالوا بقى هنجيب اكل منين للناس دي، كل هدوء، قال لهم هاتوا اللي معاكم، قعدوهم 50-50، نوزع، لموا الكسر، كل هدوء. حتى ساعة القبض عليه والمحاكمة ما اتكلمش كلمة في أثناء المحاكمة، كل هدوء. حتى على الصليب كان هادي، على الصليب عمالين إهانة حتى على الصليب، وإن كنت ابن الله انزل، وإهانات صعبة خالص، ورغم كده اغفر لهم إيه يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. ينادي على يوحنا هوذا أمك، وعلى العذراء يقول لها هوذا ابنك، كل هدوء، كل هدوء. نعم؟ ايامته محدش حس بيها، يعني عساكر قاعدة وبتاع، سمعوا دربكة كده بس محدش عارف ولا حد شاف. ويقولوا كده في القيامة اللي شافوا يوحنا وبطرس في القبر وخلاهم يتخضوا يعني ويأمنوا، انه لقوا الكفن ملفوف كأن الجسد جواه بس من غير الجسد، فهو مش واحد يعني دخل اخذ جسد مثلا وفكه، لا، ده واحد طلع من وسط الايه الموت، واحد طلع من وسط الايه الموت. في نبي في العهد القديم اسمه ايليا. ايليا ده نبي قوي ولا ضعيف؟ منتهى القوة، نبي ناري. بس ايليا ده جه عليه وقت وضعف، وضعف قدام امرأة ايزابل ديت، مش كده؟ قالت انا هقتل ايليا، ايليا خاف في لحظة ضعف كده، ايليا خاف، واضطر ربنا ان هو يتعامل مع ايليا بطريقة معينة ويتكلم شخصيا كده مع ايليا. وفيكم ناس كتير عارفة القصة ديت في ملوك الاول 19. مهم، ربنا بعت ملاك وخد ايليا مشاه 40 يوم لحد ما جابه في برية سينا، وقابله على جبل حريب، جبل بتاع الوصية، واتقالت الكلمة دي. ربنا كلم ايليا وقال له ايه؟ اخرج وقف على الجبل امام الرب. ربنا قال له اطلع على الجبل وقف قدام ربنا. يقول لك واذا الرب عابر وريح عظيمة شديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور، يبقى الريح الجامدة قوي دي. ويقول لك ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح جت ايه؟ زلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار. دي نفس المنظر بتاع نزول السيد على الجبل، نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار جه ايه؟
صوت منخفض خفيف. أدي صوت الله، صوت منخفض خفيف. فلما سمع إيليا لف وجهه برداء وخرج وقف في باب المغارة، وإذا بصوت يقول له، يقول إليه: ما لك هنا يا إيليا؟ ما لك هنا يا إيليا؟ عرفتوا بقى ليه مش بنسمع صوت ربنا؟ لأن صوته هادي، وأنا جوايا دوشة. لازم عشان خاطر أسمع صوت الله أهدي الدوشة اللي جوه، أهدي الدوشة اللي جوه عشان أعرف أسمع الصوت المنخفض الخفيف. بيقول كده الكتاب، صوت منخفض خفيف. الهدوء لو أنا هديت من جوه ومن بره، لا الصوت صعب شوية. الكراي روم مفتوحة وفيها سماعة، ايه بركات الهدوء ده لو انا هديت؟ يعني زي ما احنا قلنا، لو هديت هسمع صوت ربنا. اول مهدة بسمع صوت الله، دي اول اهم حاجة. في آية اللي يحب يفتح معايا كده، أشعية 30:15، يعني نفسي تحفظوا الآية دي ونقعد نرددها كتير. أشعية 30:15 آية صغيرة قوي بس مهمة قوي. بيقول أشعية 30:15، أشعية 30:15 بيقول بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. حاولوا تحفظوها كده، بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. معناها ايه؟ معناها ان الواحد فينا كل ما هدي، كل ما هدي كل ما خلاصه قرب. يعني الهدوء دوت بيوصلني للخلاص، والطمأنينة اما اكون جوايا طمأنينة تديني تديني قوة، تديني قوة. واحد فينا لما يكون مضطرب بيحس انه ضعيف، واحد فينا لما يكون هادي بيحس انه قوي. بالرجوع والسكون تخلصون، وبالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. وده السبب ان الاباء الرهبان طلعوا اترهبنوا. قالوا احنا عايزين الحكاية دي، عايزين الهدوء دوت. فامثال 14 في اية برضو جميلة قوي في عدد 29 بيقول بطيء الغضب كثير الفهم. واحد لما يكون بطيء الغضب كثير الفهم، يعني يعني يفهم اكتر، يميز اكتر، كويس. وقصير الروح معلي الحمق، يعني اللي بيتنرفز بسرعة كأنه بيعظم الحماقة. يعني لحياة الجسد هدوء القلب، ونخر العظام الحسد. شوفوا ازاي، يعني هدوء القلب يدي صحة لجسدي، والحسد كأنه نخر في في العظام بتاعتي. يبقى بركة الهدوء تديني تديني فهم وتديني صحة. كل الكلام ده. في آية تانية في جامعة 10:4 يقول إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. يعني ايه روح المتسلط؟ يعني استولى عليك كده نار جواك كده اسمها روح المتسلط. واحد لما يهجم عليه غضب كده ويبقى كده
غضبان روح المتسلط او فكر شرير دخل فيك، واخد بالك؟ يقول لك لا تترك مكانك، ما تتصرفش يعني وانت غضبان، ما تاخدش قرار. ليه؟ لان الهدوء يسكن ايه؟ خطايا عظيمه. كل دي بركات الهدوء، ان السكون. لا بلاش الصوت، بلاش الصوت، بلاش الصوت. هدوء يعمل ايه؟ يسكن خطايا عظيمه. معناها ايه؟ يعني يحميني من خطايا ايه؟ كتير جوايا. الهدوء يحميني من خطايا كتير. والآية المعروفة ما كلكم عارفينها، أنا ذا واقف على الباب وإيه؟ أقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب يحصل إيه؟ أدخل إليه وأتعشى معه. يبقى الهدوء يديني إيه؟ عشوة مع المسيح. الهدوء يديني شركة مع المسيح. كويس؟ الهدوء يديني أشوف نفسي وراجع نفسي. نقطة أخيرة، شوية وصايا عملية كده عشان ناخد منها حاجة حتى نتدرب عليها. تمالي الحياة الروحية ما تتخدش نظرية، لابد من تدريب، لابد من تدريب. زي اللي بيتعلم سواقة، ما ينفعش يقعدوه في فصل ويقولوا له اتعلم السواقة، لابد يتحط في الايه؟ في العربية، في الشارع، ويبتدي ايه؟ يتدرب عشان يقدر ان هو يعرف يسوق. صح؟ شوية وصايا عملية ندرب نفسينا عليها. أول وصية، حاجات اللي بتضيع مننا الهدوء، اللسان. اللسان بيضيع مننا الهدوء. ليه؟ لأن أنا ما بتكلم كتير ممكن أغلط كتير، ممكن اللي قدامي يرد عليا كتير، هتضايق، هيحصل مشادة، فتلاقي اللسان دوت عمل لي عدم هدوء. اللسان ده سبب لي عدم هدوء. فخطوة أولى عشان خاطر أعرف أوصل لشوية هدوء، لابد إيه؟ أسمع أكتر ما إيه؟ ما أتكلم. أسمع أكتر ما أتكلم. ففي آية في أمثال 15 يقول إيه؟ هدوء اللسان شجرة حياة، وعوجاجه شحق في الروح. يعني لو أنا لساني هادي، يعني عارف ينطق إمتى، يحصل إيه؟ كأن في شجرة حياة جوايا، كأن جوايا في ينبوع حياة كده عمالة إيه متجدد كده، يديني نشاط، لمجرد ان اللسان ايه؟ في كنترول عليه. اما بقى اعوجاجه يقول لك سحق في الروح، يعني ايه؟ نفسيتي تنزل خالص. عايز تهدى، اهرب من الاخبار. للاسف المصيبه اللي احنا فيها اليومين دول، ان الواحد اسهل حاجه انه يمسك التليفون، وأول ما مسك التليفون أسهل حاجة يفتح الفيسبوك، وأول ما فتح الفيسبوك عرف في لحظة واحدة 20 خبر، صح؟ وشاف 25 صورة في لحظة. فأول ما فتحت عينيا شفت كذا وكذا 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 وكذا، وقعد أفكر بقى هي فلانة كتبت كده ليه؟ وتقصد إيه؟ ومين عمل لايك للصورة دي؟ والصورة بتاعتي ما عملوش لايك عليها، مش عارفة إيه. بدأت أنا من أول لحظة في اليوم في عدم هدوء، في عدم راحة. كويس؟ ده غير بقى يعني الرسائل المستفزة والمكالمات الصعبة واخد بالك؟ ما هو مش فيسبوك بس الميديا كلها، الدراما كلها بتاعت قال بتتكلم عليا وبتحبني ومبتحبنيش قابلني ومش قابلني ودخلت الشغل ومشوني وعاوزين يمشوني ومش عارفة ايه. الدراما دي كلها، التمثيليات دي كلها، والأحوال دي كلها تعمل عدم هدوء. حاول تتجنب الايه؟ الحاجات دي. خليك في حالك شوية، بالذات في الصيام. واحنا صايمين كده، الصيام ده تدريب حلو. ابعد شوية عن الناس والأخبار والدراما والميديا، حد شوية الموضوع. يعني
يعني لو انا ما شفتش كل الناس اللي عيد ميلادها النهارده، ولا كل الناس اللي جابت بيبيهات، ولا يعني زمان يعني من قبل الفيسبوك كنا يعني لما يجي لي تليفون يقول لي فلان لحد دلوقتي انا ما عنديش فيسبوك، فبعرف لما حد يتصل بي، عشان كده بقول لكم يا جماعه اللي يجيب عين يديني خبر. انتوا فاكرين ان انا بقى عندي فيسبوك وبعد وبقلب كده اهوت واشوف يا ده فلان جابوا بيبي وبتاع؟ ما عنديش، لان عارف اللي هيحصل لي. انتوا كل واحد عنده 20 صديق، انا لو فتحت صداقه هيبقى عندي 2000، واخد بالك؟ وقتي كله هيضيع في الموضوع ده. انما ابعد شويه، ابعد شويه، خد المفيد وحاول تخلص من اللي مش مفيد، استبدله بحاجة مفيدة أكتر، استبدله بحاجة مفيدة أكتر. شوفوا بولس الرسول يدينا وصية، يقول أن تحرصوا على أن تكونوا هادئين. يبقى الهدوء ده حاجة أنا بحرص عليها، مش عايز أفقدها، مش عايز أفقدها. أن تحرصوا أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم. والآية المهمة برضو قلت لكم عليها من شوية، نعيدها تاني. إذا أيها إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا، قول وراي، مسرعا في الاستماع، مبطئا تكلم، ومبطئا في الغضب. تاني، لأن دي مهمة، دي جوهرية، دي صدقوني دي لو اتعلم هتحل مشاكل الزوجية، وهتديني هدوء، وهتديني حكمة، وهتفرحني بربنا، ان انا اسمع اكتر ما اتكلم. ربنا اداني ودنتين واداني لسان واحد، بس احنا عايشين ب10 لسان وزيرو ودان، مش كده؟ اما يحصل مناقشة تلاقي الواحد قبل ما يسمع الرد يكون ادى 10 كلمات، لان هو مش سامع اللي قدامه، هو حكم عليه خلاص، هو غلط، وانا لازم بقى اثبت ان انا غلبت، ان انا كسبت. تك 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 تك، طيب اسمع، مفيش ودان. ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. كل دي نصايح. في افسس 4 في ايه حلوه 29 بيقول: لا تخرج كلمه رديه من افواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان. اتحكم ايه اللي انت هتقوله حسب الحاجه، كي يعطي نعمه للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. احنا كل ده عشان نوصل نتفاهم مع الروح القدس. ما تزعلوش ان انت تقول كلام ملوش لازمة. والحتة جاية دي بقى مهمة: ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. حاجات دي نحاول في الصيام ده نبطلها. ايه هو المرارة؟ ان واحد مش قابل فلان، مر من جهة فلان، المرارة ديت وعدم الرضا وكلام ده، ارفع ده، ده عدم هدوء هيحرمك من الحديث مع الله. والسخط عدم الشكر، والغضب، والصياح. يعني الشعب المصري بوجه عام صوته عالي، الصوت عالي، وتلاقي في مصر الناس تتكلم من العمارة للعمارة، والكلاكسات، وينده عليه بالكلاكس ومش عارفة دوشة دوشة. ينزع ما بينكم كل كل صياح وتجديف مع كل خبز. السيد المسيح قال للتلاميذ مرة في مرقس 6: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء. اللي يديني هدوء إن ألاقي أوقات في اليوم كده، أو يوم وقت واحد حتى في اليوم، تقفل بابك كده وتخش مخدعك في خلوة مع الشيء، خلوة مع الشيط، إلى موضع خلاء، واستريحوا قليلا. المسيح مش عايز يجبرنا، عاوز يريحنا.
لما جه ربنا عاوز يعمل تفاعل حلو مع بطرس، قال له ايه؟ قال له ابعد الى العمق. ابعد ايه؟ الى العمق والكو ايه؟ السباك. اللي فينا يعرف يطلع كده في بارك ولا في حاجة فيها طبيعة تدينا هدوء. لو اعرف ان انا وانا قاعد كده هوت بعمل حاجة روتينية شوية او في شغلي او سايق، اقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع، بتنظف الذهن وبتديني هدوء. لو سمعت وعظة وفكرت فيها، شغلت ذهني بحاجة روحية ادتني هدوء. لو دربت نفسي ان انا اصبر شوية هاخد هدوء. لو اتحكمت في افكاري شوية وديت هدوء لافكاري. لو زينت الانسان الداخلي زي ما بطرس يقول في بطرس الاولى، يقول ايه؟ لا تكن زينتكم الزينة الايه؟ الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل انسان القلب الايه؟ الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادي. يبقى الانسان من جوه مزين بالهدوء، مزين بالفضيلة، بالوداعة، الذي هو قدام الله كثير الثمن. لو عملنا كده يبقى ده تدريبنا في الصيام. ممكن الصيام ده يجيب نتيجة ولاقي نفسي عرفت أتفاعل مع الروح القدس واسمع صوت الله واعرف مشيئة